قديمه ودرعا. الزربيه الوزجيتيه تعكس ثقافه وابداع ساكنه الاطلس الصغير. تنتجها ايادي محليه، ايادي تنقل واقعها المعيشي من خلال رسوم واشكال هندسيه رائعه، اشكال تنفرد بها كازناخ الكبرى. الزربية في الحقيقة عند إبرازها هنا في الشوارع ليس فقط من أجل التجميل أو التزيين، بل هي كذلك كشعار للتعبير عن الفرحة، بما أنها هي من طازناخ، انبثقت هنا بطازناخ من أيادي نساء وفتيات طازناخ. إذا هذا تعبير للتعبير في الحقيقة اللي هو في المستوى كيعبروا به في هذا الإطار كوسائل ديال التجميل وديال التعبير التلقائي. تنخرجوها بالفرحة ديال أمير المؤمنين صاحب الفخامة والمهابة جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله. تنخرجوا الزربية ديالنا باش يشوف المعيشة ديال البلاد ديال طازناخ والفرح ديال سيدنا. خرجنا اللي عندنا نخرجوه للشارع على القدوم ديال سيدنا من اللي جاء يزورنا، راه تنفرحوا به من القلب ديالنا الخالص. الزربية الوزجيتية تجسد إذن فرحة ساكنة المنطقة، فهي حاضرة في الأعراس والمسرات. هذه الزربية تروي بتنوع أشكالها تاريخ منطقة وزجيت، تاريخ إشعاعه فاق حدود المنطقة بل تعدى الحدود الوطنية. الشعور ديالنا بالنسبة لزيارة سيدنا الله ينصرو كباقي شعور الناس وسط الجنوب، وتنرحبوا به ونزل طازناخ قريبة مرة فرحانين، والشعور ديالهم واللي كيعبر على الفرحة راه نزل طازناخ كيبانوا لكم كيفرحانين، وراه كل شيء فرحان. وكنرحبوا بسيدنا مرة أخرى، وراه كنتمناو باش عاد الزيارة تعاود مرارا وتكرارا، وراه فرحان الحمد لله. وتنطلب الله الله سبحانه وتعالى باش يكون هذا القدوم ديال سيدنا قدوم مبارك، ونتمنى ان شاء الله يكون العام عام زين ان شاء الله. اشكال متعدده من الفرحه والبهجه، والمناسبه واحده، فرحه تحتضنها فضاءات مدينه طازناخ، وتتواصل مسيره الخلق والابداع في مدينه جعلها الموقع الجغرافي مغمورا، وبفضل ضربيتها الوزجيتية أصبحت مشهورة عالمياً.